معكم اليوم تحية رسمي من قناة التحوير، وبنقدم لكم الوضع كما هو الحال عليه مباشرة من مول سيدي المكشوف من أرض الكنافة، وعفوا أعزائي المشاهدين، من أرض الكنافة. وطبعا زي ما احنا عارفين ان في أصابع مندسة كتيرة أو أصابع محشي عادي يعني. الدنيا موليد يا ناس، والناس بتتفرج، في ناس تقرب لناس وناس بتتهرب. Hey, boy.
حاجه؟ ايه؟